أصدقائي طلاب تالتة ثانوي، الصراحة وأنا قاعد بجهز لكم في امتحان ببقى محتار جدا، أبدأ وأجيب لكم القضية منين؟ أجيب لك السؤال منين؟ يا ترى أجيبه من ده؟ ولا من ده؟ ولا من ده؟ ولا من ده؟ ولا أبدأ معاك من هنا؟ ولا انهي معاك الامتحان بالكتاب ده؟ ولا نوع لك الامتحان من سلسلة نيوتن كلها، سواء نيوتن 2020 او بكل الفروع بتاعته 2022، وطبعا بيختلف في الافكار، او سلسلة المراجعات النهائية الجزئين اللي نزلوا السنة اللي فاتت في نيوتن. ولا ابدأ معاك بأسئلة بنك المعرفة، ولا ابدأ معاك بالمذكرة اوميجا، ولا اجيبهولك من كتاب المدرسة، ولا من الوافي، او من الشامل. فبضطر اعمل لك الامتحان كوكتيل بين كل الكتب دي، وان شاء الله هيكون امتحان عبقري. ان شاء الله يكون في امتحان بعد كل درس. سلام.